ازيكم يا شباب عاملين ايه يا رب تكونوا بخير قبل كده كنا عملنا في الاسبرينج الثري فانكشن بتاعنا باليو ار بتاعتنا بتاعنا ما فيش اي مشكله اول فانكشن بتجيب كل الاوردر اللي موجوده في الداتابيس ثاني فانكشن بتجيب طبعا بتجيب السايز تمام بتجيب السايز بتاع كل الاوردرز اللي موجودين في الداتابيس وديت بتجيب السايز بتاع كل الاوردر لما يكون عندك كاتيجوري اي دي معين واخر واحد بيجيب كل الاوردر لما النيم بتاع الاوردر بتاعي يساوي ايه الكي بتاعي تمام مفيش مشكله دول بيجيبوا ايه السايز بتاع كل واحده وكل واحده ليها ايه ليها ديسكريبشن الخاص بيها تمام هروح في الانجولار عملنا 3 برضو هم 3 فانكشن بيأكسسهم على 3 فانكشن دو مفيش مشكله جت اللحظه اللي كله مستنيها وهي ان احنا هنهندل بقى الدنيا بتاعتنا في الاوردر ايتم عشان كل حاجه تشتغل بشكل سليم هنروح في الاوردر ايتم في تايب سكريبت ركزوا بقى معايا واحده واحده المفروض دلوقتي انا عندي البيج بيبدا ب1 مفيش مشكله عاوز البيج لينس اللي هي السايز بتاع كل بيج 5 ما مفيش اي مشكله المشكله في ديت بتتغير بتغير كل اللي بعملها اللي هو ازاي انا عندي هنا ثلاث حالات لو في اي دي لو في كي لو ما فيش بجيب كل الاوردر اذا في حاله ان في اي دي المفروض ده بيكون بيحتوي على عدد العناصر بتاعه الكاتيجوري اي دي تمام حلو خلي دي بصفر بقى تمام هنا في حاله في حاله ايه في حاله ان في ان ان اليوزر عمل كليك هنا على اي كاتيجوري من دول في الحاله دي والله هروح انفذ الفانكشن بتاعت جيت اوردر اهي لاحظوا معايا الفانكشن بتاعت ايه؟ جيت اوردر لينز بجيب اللينز باي كاتيجوري اي معين هنا بجيب ايه؟ بجيب اللينز تمام فانا هقول له هنا في الفانكشن ديت هقول له. انت ممكن تعملها هنا ممكن تعملها هنا او ممكن تعملها جوه الفانكشن نفسها اللي هي فانكشن ديت تمام فانا من رايي اعملها هنا افضل هقول له ايه this دوت عاوز السيرفيس اللي هي ايه اوردر فان السيرفيس احنا عاملين انجكت السيرفيس باسم ايه اوردر حلو اهو دوت اوردر تمام دوت انا عاوز ايه جيت اوردر عاوزين اللينس فن اللينس فن اللينس جيت اوردر لينس باي كاتيجوري اي دي معين وهدي ايه؟ هدلو له اي دي فخلي ديت فوق هنا تمام اهو وهدي هنا ايه؟ الاي دي كاتيجوري تمام تمام دوت سابسكرايب هقول له الداتا اللي راجعه اهو هقول له حط بقى في الاوردر سايز ده هقول له this.orderSize equal الداتا بتاعتي تمام تمام خلينا نعمل alert للداتا عشان برضو ايه نشوفها مفيش مشكله مفيش مشكله نروح هناك عملنا فود شايفين جاب ايه 21 عدد السايز اللي موجود في الفود الاوردرز 21 ركزوا معايا شوف جاب لي 21 21 والمفروض انا عاوز في كل بيج 5 تمام احنا قلنا 21 اذا 21 تمام 5 ده اول بيج 10 ثاني بيج ثالث بيج 5 15 20 تمام كده ايه 4 بيج ب 20 فاضل اوردر واحد من ال 21 ما دول مجموعهم 20 فاضل اوردر واحد هياخدوا اخر بيج هيبقى عندنا 5 بيج اللي هم دول لو رحت اخر واحد لو رحت اخر واحد المفروض الاقي فيه ايه؟ اليمنت واحد اهو لقيت فيه فعلا اليمنت واحد تمام نشيل بقى احنا هنا الايه الاليرت مش عاوزينه فان اهو ما فيش مشكله لو رحت لو رحت هنا اهو او خلي الاليرت تاني عشان نشوفه برده لو رحت مثلا هنا على مثلا السويد السويت فيها 26 26 ركزوا معايا اي السويت فيها 26 اذا 5 10 15 20 دي هتبقى 25 وهيتفضل واحد في الاخر اذا عندي كام بيج 2 4 6 المفروض يكون عندي 6 بيج نعمل اوكي ننزل تحت ننزل تحت اهو عندنا فعلا 6 واخر واحد هتلاقي فيه اليمنت واحد تمام كده كل حاجه سليمه تمام حلو قوي هشيل الاليرت هنا خلاص هنروح نشوف حاجه ثانيه اللي هي لو لو هو بيعمل بالاي دي نجيب الاوردر باي كاتيجوري اي دي خلصناها طب بالكي هنروح على الكي الكي اهي بعد الكي وورد هقول له ذس دوت اوردر تمام دوت جيت اوردر لينس باي كي اللينس ركزوا وانت بتختاروا اسماء الفانكشن اهي اللينس باي كي وحديله الكي وورد بتاعتي هقول له دوت سبسكرايب هقول له الداتا بتاعتي اهي this dot dot ايه اسم الفاليو بتاعي اللي هو ايه order size حلو dot order size equal ايه equal الداتا بتاعتي نعمل alert للداتا عشان نشوفها برضو مفيش مشكلة اهو لو رحت عملنا مثلا سي اتش سيرش قال لي عندك 17 17 اوردر النيم بتاعهم بيحتوي على سي اتش تمام نيجي هنا اقول له انا عندي 17 تمام وعاوز يكون البيج فيها خمسة اذا خمسة عشرة خمستاشر تمام خمستاشر كده كده سي بيج فاضل اتنين ياخدوا الاتنين اذا عندنا اربعة بيج كل واحدة فيهم خمسة وفي الاخر واحدة فيها اتنين نشوف اهو فعلا عندي اهو واحد اتنين تلاتة اربعة اللي هم اربعة هم تمام كل واحدة فيهم خمسة اهو فعلا في كل واحدة فيهم خمسة اهو والاربعة فيها اتنين اذا شغلنا صح تمام خلصنا الايه الكي هشيل الاليرت فاضل الاوردر الاوردر المفروض اجي اعمل ايه المفروض اجيب كل عناصر الاوردر الموجوده في الداتابيز تمام هقول هنا المفروض ده ايه؟ ده إيه ده, إيه ده إيه كي الاوردر فان جيت اوردرز اهي دي الاوردرز اللي هي الالس بقى لو ما فيش اي دي او كي هخش على الاوردرز الاوردرز تمام فوق هنا هقول له دوت اوردر دوت عندنا عاوزين نجيب ايه؟ جيت اوردرز لينس اهي ده بيجيب كل العناصر اللي موجوده في الداتابيز دوت سبسكرايب هقول له الداتا حط لي في ذس دوت دوت ايه اهو اوردر سايز اهو ايكوال داتا ده ميل خلينا نعمل للداتا ركزوا معايا اليرت للداتا لو رحت في ريستورانت قال لي ايه

اتفضل كم من 78 اتفضل 3 اذا إيه عندنا كام بيج ادي 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 تمام 16 بيج خلينا نروح في سي اس اس بدل 400 خليها 500 او خليها 200 تمام خليها خليها 500 اهو ركزوا معايا لا رجع تاني معلش خليها مثلا 20 اهو ركزوا عندنا كام واحده 16 زي ما عدينا عندنا 16 لو عاوز تعديهم تاني عدهم وتاكد منهم اهو ادي دول خمسه ودول كمان خمسه ودول كمان خمسه واخر واحده 16 المفروض اخر واحده تكون بيحتوي على 3 ايليمنت تعالوا نشوفه لو بيحتوي على 3 ايليمنت اذا احنا ماشيين صح 16 فعلا بيحتوي على تاتا ايليمنت مفيش اي ايه مفيش اي مشكله فيها مشكله مفيش اي مشكله كده يا جماعه احنا هندلنا الدنيا بتاعتنا ومفيش اي مشكله وكل حاجه شغاله 10 على 10 خلينا نشيل برضو بس هنا الاليرت نعمل بقى ايه تيستنج على كله اهو فود كل درينكس هوت سويت أزر فود كله تمام اهو 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 طبعا احنا عندنا اليرت عاملين اليرت فان تمام عاملين اليرت في الدوينج تمام شيل دي بقى خلاص اهو مفيش مشكله اهو سويتس كل حاجه تمام وكل حاجه بتتهندل لوحدها و10 على 10 هنا اهو سي اتش سيرش اهو 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 10 على 10 تمام كده يا جماعه احنا ندلنا الدنيا بتاعتنا كده احنا خلصنا الباجينيشن لكن فاضل برضو كام بوينت في الباجينيشن وفي برضو حته بسيطه كده هنضيفها ان شاء الله لذيذه كده ان شاء الله نعملها في الفيديو الجاي هروح هناك اهو كنترول سي انجلر اوردر سايز تمام

with uh, order item component تمام ما فيش اي مشكلة assign, assign, yourself submit new issue اهي هروح هناك كليك يمين get add vcs commit CTRL في كلوز كوميت اند بوش بوش هستنى اعمل ما البوشنج اعمل بوشنج هروح هناك هعمل لي كلوزد والكوميت بتاعته كل حاجه تمام مفيش اي مشكله اتمنى يا جماعه يكون الفيديو واضح لو في اي حاجه مش توصل معايا هسيب لك لينك الفيسبوك تحت في الديسكربشن وشكرا والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته